يعني راه الجو ملوت شويه، ولكن مني ماشي مشكل، نطلبوا نجربوا حظنا وان شاء الله ما يكون غير خير. ان شاء الله غير خير. هاد البلاصه هادي انا موال كنتفرج فيها، ولكن مازال الوقت اول ما هبط بزاف يعني ما هبط. بالنسبه للطعم ديال اللحظه هادي يعني انا كثر كنشد بهذا الطعم فينا هو كنشد بهذا الطعم هذا هو فينا هو شوفوا على الله. كما كتعرفوا ملي يكون الحوت يولد ما كيبغيش يضرب المصيف على حساب يعني ملي يكون كيولد كيخرج بكثرة كيخرج بالطاق. انا نخاف لك ما نعرف نقبل شي قرش مشكل الا شدي شي قرش على النار. هيبقى طلع ان شاء الله يا ربي توصل ليكم ان شاء الله وادعوا معايا خاص تفرجوني انت معايا على قبلكم. والو الجو هنايا ملوت شوية وزيدو بحال هنا شوية كتعرفوا يعني هذا الضرب اللي كنضرب انا دابا حاليا يعني خاص كتشد البلاك فهمتي يعني بالنسبه لهذا الضربه هكا كتضرب وكتجمع في البلاصه يعني ما كتخليهاش تنزل على حساب هذا راه ماشي طعم يعني طعم وهمي بحال نقولوا شي حاجه وهميه يعني البلاك هو اللي كيرعى على الحاجه منين يكون مش في الماء كيضرب عليها ماشي بحال نقولوا يمكن لك الكربان النهري مثلا ديك كما نقولوا حنا البطاطا هذيك واخا كتنزل لها الطعم يعني كدير لها العجينه ولا كدير لها شي طعم اللي يعني الماكلة هذا لا هذا يعني طعم يعني كيرعى على شي حاجه اللي ماشي يعني البلاك والبلاك شي حاجه مزيانه يعني راه اغلبيه من الناس راهم عارفينها.
تبارك الله واخا كاينه الشمس هنا الجو بارد. نزيدو بحالنا خير ليهم، وغير تبارك الله هنايا يعني كاين الغابة كاين كلشي هنا في الحاجة.